السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام. قل ما شئت عن الشهرة واقتحام الأخطار، فإن كل أمجاد العالم وحوادثه لا تعادل ساعة واحدة من السعادة العائلية. وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع جيسي، ضابط متقاعد بالجيش، بتصحي بنت مارا علشان تروح معاه هي وأخوها في أول يوم شغل لي، وبتقول له إنها جاهزة هي وأخوها. فطلبت منها مامتها إنها تروح تقعد مع أخوها لحد ما تتكلم مع باباها شوية قبل ما يروح لشغله. وقعدت إليشا تتكلم مع جيسي وبتقول له إنه محتاج يقعد مع أولاده شوية لأن الوظيفة الجديدة هتاخد كل وقته، وبتقوم تحضر له الفطار. وبيروح جيسي يقعد يفطر مع أولاده، وكان ابنه ري بيتخانق مع مارا، فقعد يتكلم معاه ويعرفه إنه لازم يحترم أخته. وكان ري مش عايز يروح مع مارا في أول يوم شغل البابا لأنها حاجة مملة، لكن لما عرف إن جيسي معاه تذكرتين لفريق ري المفضل في كرة السلة فرح جدا وتحمس إنه يروح. ولما خلصوا فطار راحوا على المكان اللي جيسي شغال فيه، وكان بيشتغل فيه حارس أمن. فسألته بنته هو المكان دايما مزدحم كده؟ فقال لها إن ده بيعتمد على اليوم، وإن النهاردة في مباراة هتقام في المكان بين فريقين سلة كبار، وإن ناس كتير هتحضر علشان تتفرج على المباراة، وإن المحافظ ونائبة المحافظ هيبقوا موجودين علشان يستقبلوا ديانا سمارت المليارديرة المشهورة علشان هتتفرج على المباراة. ولما سألته مارا ممكن يشوفوها علشان يسلموا عليها، قال لها إنها دايما مشغولة وممكن ما يشوفوهاش أصلا. وهنا بتوصل ديانا سمارت هي وحبيبها الجديد مغني البوب ميلي، وكان ديفلين رئيس فريق الأمن بغرفة المراقبة بيبلغ عن عطل في كاميرا بالمكان، وبيقول لحد من الحراس إن فريق تكنولوجيا المعلومات جاي يصلح الكاميرات وهيوصلوا قريب. وبيقابل جيسي جاس اللي بيشتغل في قسم الصيانة بالمبنى، وبيسلم عليه وعلى أطفاله، وبيسلم ديفلين على جيسي وأولاده، وبيديله شارات فيها نظام تتبع للأماكن علشان يقدر يعرف مكان أولاده على الجهاز اللي معاه، وطلب منه يوديهم يتفرجوا على المباراة علشان يبدأ أول يوم شغل ليه. وبعد شوية بتوصل عربيتين وبينزل منهم فريق لابسين زي موحد، وبدأت المباراة. وبيوصل جيسي أولاده يتفرجوا عليها، وطلب منهم ما يتحركوش من أماكنهم. وبيقابل المحافظ ديانا سمارت وبيسلم عليها، وبتقول لها نائبة المحافظ إنه شرف كبير ليهم إنهم يستثمروا نجاح ديانا سمارت في مدينتهم، وبياخدوها علشان يوصلوها الجناح بتاعها. وبيدخل الفريق اللي وصل للمكان يصلح العطل اللي في الكاميرات، وبيطلعوا من الشنط بتاعتهم أسلحة أولية، وكان قائدهم بيأكد عليهم إن الأسلحة دي مش بتشتغل غير من مسافة قريبة. وبنكتشف إنهم عصابة وجايين يستولوا على المكان، وبيجمعوا أسلحتهم اللي كانت متجزأة، وبيجهزوا القنابل اللي موجودة معاهم وكل الأجهزة اللي هيستخدموها، ولبسوا لبس رجال الأمن وبدأوا ينتشروا في المكان ويقتلوا رجال الأمن. وبتطلع ديانا سمارت على الجناح بتاعها، وبيكون معاها المحافظ والنائبة. وبعد شوية بيطلع قائد العصابة ألفا ومعاه 2 من أفراد عصابته، وقتلوا رجال الأمن اللي كانوا بيحرسوا غرفة ديانا سمارت. وبيدخلوا الجناح الخاص بيها، وبيطلبوا من ديانا سمارت إنها تحول لهم $1,000,000 من حسابها البنكي على حسابهم، ولازم الفلوس تتبعت بعملة بتكوين علشان محدش يقدر يتتبعهم ويقبض عليهم. حاولت ديانا ترفض، لكن ألفا بيثبت لها إنه مفيش مجال للرفض، وبيقتل المحافظ قدامها. وبتروح مارا تدخل الحمام، وبتشوف قدامها حمام لطقم حراسة الأمن، فبتروح تدخل فبتلاقي جوه 2 من أفراد العصابة بيقضوا على 2 من رجال الأمن، ولما شافوها مسكوها وما كانوش عايزين يقتلوها، وبيقرروا إنهم ياخدوها الألفا وهو يتصرف معاها. ولما رجع جيسي يطمن على أولاده لقى مارا مش موجودة، وعرف من ابنه إنها راحت للحمام، فطلع جهازه وشاف مكانها وقرر إنه يروح يرجعها علشان ما تتوهش لان المكان كبير جدا. واثناء ما كان افراد العصابه طالعين للجناح اللي موجود فيه قائد عصابتهم علشان يتصرف مع مارا، لقوا ان في حد بيتتبعهم وطالع وراهم على السلم، ولقوا ان الشاره اللي مع مارا هي اللي بتعرفهم اماكنهم وان عليها شفره لتتبع الاماكن. فاخذ واحد منهم الشاره وبيقرر يعمل كمين لجيسي ويقتله، والتاني اخذ مارا وكمل بيها طريقه للجناح. وبعد ما تتبع جيسي مكان مارا على الجهاز راح علشان يرجعها، لكن قبل واحد من العصابه هناك، وعرف جيسي ان في شيء مش مظبوط لما شاف السلاح اللي معاه، وبيحصل بينهم قتال وبيقدر جيسي يتفوق عليه. وهنا تاكد جيسي ان في حاجه غلط بتحصل في المكان، فسمع صوتهم وقتها جاس، وراح ياكد لجيسي شكوكه وبيقول له ان طقم الامن اتغير كله، وإنه مش لاقي حد يعرفه من حراس الأمن اللي كانوا شغالين معاه الصبح، وبدأوا يدوروا على مارا. وبتحاول مارا تهرب من الراجل اللي قابض عليها، وبتجري وبتستخبى منه. ولما كانت العصابة بتقوم بعملية نقل الأموال من حساب ديانا سمارت اللي هياخد وقت بسبب حجم المبلغ الكبير، قدرت ديانا إنها تفتكر ألفا، وافتكرت إنها تعرفه وإنه يبقى اسمه جوب ديفيس، وكان عميل سابق للاستخبارات المركزية. فسألها ميلي عن سبب معرفتها بالراجل ده،
قالت له إن جوب قتل عائلة مسلمة بريئة لأنه كان شاكك فيهم، فطلبت من فريق المحامين يكشفوا الحقيقة، وكانت سبب في إن حياته تتدمر هو وفريقه، وعلشان كده كان بينتقم منها. ولما كان جيسي بيحاول يوصل لبنته أو يفهم إيه اللي بيحصل في المكان، بيشوف واحدة من أفراد الأمن، ولما سألها عن شريطها أو الهوية بتاعتها قالت له إن ده أول يوم ليها، ففهم إنها بتكذب، وقال له جاس إنه هيتولى أمرها، ولما قرب منها ومسكها ضربته فوقع، فتدخل جيسي وقدر يسيطر عليها، لكنها بتطلق الرصاص على نفسها، فبياخد السماعة اللي لابساها في ودنها وسلاحها، ولما فتح جيسي الجهاز اللي كانت بتشغله لقى إنها كانت بتحط قنبلة، ولأن جيسي كان اختصاصه في الجيش مكافحة القنابل قدر إنه يتعامل مع القنبلة ويبطل مفعولها. واستنتج هو وجاس إن في عصابة كاملة وإنهم زارعين قنابل ومتفجرات في المكان علشان يفجروه، فطلب من جاس يجيب خريطة للمكان علشان يدرس المداخل والمخارج ويعرف يتحرك، وبيسمع في السماعة اللي العصابة بتتواصل بها مع بعضهم ألفا، وهو بيتأكد من فريقه إنهم حطوا القنابل في أماكنها، فكلموا جيسي وحاول يعرف هو مين وعايز إيه، فما ردش عليه وحاول يعرف مكانه، لكن جيسي فهم إنهم عايزين يقتلوه وقال له إنه هيلاقيه، وكان فرد العصابة اللي قابض على مارا لقاها ووداها لجوب، وبيروح جيسي لابنه يطمن عليه وبيأكد عليه إنه ما يتحركش مهما كان، وأي حد يجي علشان ياخده ما يروحش معاه، وهو هيروح يدور على مارا لأنه مش لاقيها، وبدأ جيسي يدور على أماكن القنابل اللي في المكان ويبطل مفعولها، وطلب من جاس طريقة يوصل بيها رسالة للناس اللي في المكان كلهم في نفس الوقت ويعرفهم إن المكان فيه قنبلة علشان يهربوا منه، وفضل جيسي يبص حواليه وملقاش أكبر من شاشة العرض اللي بتعرض نتائج المباراة، وعرف من جاس طريق غرفة الشخص المتحكم بالشاشة، فبيروح لهناك وبيقول له إن في عصابة في المكان وهيفجروه، وطلب منه ينشر ده في شاشة العرض، افتكر الموظف إنه بيهزر لكن جيسي قال له يعمل ده على مسؤوليته، لكن قبل ما ينفذ اللي جيسي عايزه دخل عليهم اتنين من أفراد العصابة وقتلوا الموظف، وجيسي قدر يهرب، وفي طريقه بيقابل ديفلين فقال له على العصابة اللي استولت على المكان وعلى القنابل اللي لقاها، لكنه اتصدم لما ديفلين طلع سلاح زي اللي مع العصابة وهدده، فخطف منه جيسي السلاح وقال له إنه لو كان قدم سيرته الذاتية الحقيقية كان هيفكر ألف مرة قبل ما يحاول يأذيه، وضربه لحد ما أفقد الوعي، وأخد سمعته واتصل على جوب وعرف إن بنته تبقى معاه، فقال له إنه لو لمسها هيقتله، لكن جوب قال له يبعد عن طريقه ويسيبه يكمل اللي بيعمله، وساعتها مش هيتأذي هو أو بنته، وقادر يوصل لمعلومات جيسي الحقيقية وعرف إنه خبير في القتال وكان عميل سابق في وكالة الاستخبارات في قسم مكافحة الإرهاب، ومجاله فك وتركيب القنابل، وعرف كمان إن في شارة تانية تابعة لجيسي، ولما عرضوها على الشاشة شافوا ابنه اللي قاعد بيتفرج على المباراة، فبتقول له مارا يسيب أخوها وما يأذيهوش، لكنه طلب من أوميجا إنه يروح يقبض على ري أخوها ويقتله، وبيروح أوميجا لري وبيقول له إن بابا طلب منه يجي ياخده، فقال له ري إن بابا كان لسه هنا وطلب منه ما يروحش مع أي حد، فحاول أوميجا إنه ياخده بالقوة لكن ري كان ذكي جدا ونفذ كلام بابا زي ما قاله، وزعق وقال إن الشخص ده عايز يخطفه، فما لقاش أوميجا حل غير إنه يسيبه ويرجع لأن الناس بدأت تاخد بالها إنه بيحاول يخطف الطفل، وشاف جوب جيسي على الشاشة وعرف مكانه فاتصل برجالته وقال لهم يروحوا يقتلوه، وبعد ما طردوه وصلوا لغرفة تغيير الملابس بتاعة الفريق، وحصل بينهم قتال دموي لكن جيسي محترف وخبير بالاشتباك اليدوي وقدر يتغلب عليهم تماما، وبيعرف منهم مكان جوب، وبيروح لجاس علشان يعرف منه طريقة الوصول لمكانهم لكن بطريقة مفاجأة، لأن أكيد هم متوقعين إنه هيدخل لهم من الباب، فكان عايز يفاجئهم، لكن إزاي هيقف قدامهم وهو مش معاه أي سلاح ولا حتى حد يساعده، فقرر يصنع سلاح بدائي، وكان وقتها جوب بيحكي لديانا إزاي هيهرب، وبيقول لها إنه هيسمي عملية هروبه بالهروب الدموي، وإن المكان كله مليان قنابل وهيهرب وسط الناس، وبعد شوية نزل جاس يتأكد إن جيسي أبطل كل القنابل، لكن اتصدم لما لقى إن في واحدة جيسي ما شافهاش، وإن مفيش حل غير إن جاس يفكها بنفسه، وكان جوب فعل توقيت كل القنابل اللي زرعوها إنها تنفجر بعد ما المباراة تنتهي، وكان فاضل وقتها 30 ثانية على انفجارها، ففتح جاس القنبلة وحاول يفتكر إزاي جيسي بيبطلها، ولما قطع السلك الخطأ بيسمع صوت المؤقت للقنبلة، فبيقفلها تاني وبياخدها يحطها في صندوق للنفايات، وبنفس اللحظة بيفاجئ جيسي العصابة وبيدخل من مكان ما كانوش يتوقعوه، فداس جوب على ريموت القنابل وبيتصدم لما ما سمعش صوت أي تفجير، وإن مفيش غير قنبلة واحدة بس اللي اتفجرت، فشافت الناس دخان القنبلة وبدأوا يجروا من المكان، وكان جيسي السلاح اللي معاه فضي وهجم عليه أفراد العصابة، فانتهز جوب الفرصة وأخد مارا وأخد آخر قنبلة متبقية معاه، فبدأ جيسي قتلهم بسرعة علشان يقدر يلحق جوب، وكانت الأخبار بدأت تتكلم عن انفجار القنبلة بالملعب، ولقيت إليشا إن جوزها وأطفالها في خطر لأن ده مكان شغل جوزها،
فبتقرر تروح تطمن عليهم وتتأكد ان مفيش حد فيهم اتأذى. ولما وصل جيسي الجوب لقى انه ربط على معصم بنته قنبلة، وبيطلع سكينتين من جيبه بعد ما فض سلاحه، وبدأ يهجم على جيسي ويحاول يقتله. وكان ري بيتابع اللي بيحصل من المدرجات، وكان قاعد مكانه زي ما بابا قال له بالظبط. فبيضرب جوب جيسي بالسكينة في رجله، ولما حاولت مارا انها تدافع عن باباها مسكها ورماها من على سور الممر، لكن جيسي لحقها قبل ما تقع وانقذها. وبيستحمل جيسي الالم الشديد وبيطلع السكينة اللي اخترقت رجله وبيقطع بيها القنبلة المربوطة في ايد بنته. وبينتهز جوب الفرصة، وقبل ما يطعن جيسي في ظهره بيتفاجئ بديانا سمارت واقفة وراه وماسكة السلاح وبتضربه رصاصة في رجليه. وقدر جيسي انه يقتله ويرميه من على السور، ورمى معاه القنبلة اللي كان فاضل لها ثواني وتنفجر. وبكده انقذ جيسي بنته، وبينقذ المئات من الناس اللي كانت هتموت اثناء الانفجار اللي كان هيحصل لو جيسي مش موجود. فبتروح ديانا تطمن عليه، ونزلت وراه تطمن على اطفاله، وعرضت عليه ديانا يكون حارسها الشخصي، لكن جيسي رفض وقال لها انه عايز يهتم بعيلته، وان اهم حاجه بالنسبه له هم اطفاله وزوجته اللي كانت وصلت وجت تطمن على جيسي واطفالها، وقالوا لها ان باباهم انقذهم وكان هيضحي بنفسه عشانهم. وبكده بينتهي فيلمنا النهارده. متنساش لو مش مشترك في القناة يلا اشترك دلوقتي، وفعل الجرس علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم.